النخلة آخر مسرحية لمسرح بسكر الجهوي، أعادت الجمهور البسكري إلى الرقح في عرض من وحي الواقع بطابع فكاهي مضحك. هذه المسرحية هي ثالث إنتاج لمسرح الجهوي بسكرة. المسرحية هذه سوف تجول 14 ولاية، منها 5 ولايات في الجنوب الجزائري و 9 ولايات في الشرق الجزائري. صور صور أخويا صور. وسط حي شعبي بسيط تنتصب النخلة شامخة متشبثة بالأرض بقوة، وحولها تدور يوميات مجتمع أفراده تشرئب أعناقهم إلى أعلاها. النخلة هي المرأة، هي العرسة تاع المجتمع، يعني إذا فسدت النخلة يفسد الحي، يفسد المجتمع، تروح العادات، تروح التقاليد، وإذا فسدت المرأة كذلك فسد المجتمع. مش من حقي نعيش. تقول المسرحية تقف النخلة شامخة، وتلك هي المرأة التي يريدها المجتمع، امرأة تتشبث بالأصالة لا يغريها لا مال ولا جاه ولا أي شيء يخرجها من صلب بيئتها.